مساء الخير. دايما بقول ان الكتب الحلوه بتسيب بصمه عند اللي بيقراها، مش لازم تخلصها وتحافظ كل تفصيله فيها او معلومه، لكن الاكيد انها بتنور حاجه جواك، بتخليك تشوف الامور بشكل مختلف. كتاب ام كلثوم وسنوات المجهود الحربي الصادر عن دار تنميه للباحث كريم جمال هو واحد من الكتب دي. كتاب ضخم ودراسه مبذول فيها مجهود كبير جدا لرصد الظروف اللي مر بيها مصر بعد هزيمه 67، وازاي السيده ام كلثوم قدرت ان هي تكرس موهبتها وفنها لصالح بلدها. الحقيقه في كتير من صفحات الكتاب ده كنت بحس ان جسمي بيقشعر، وخصوصا في اجواء حفل باريس والتفاصيل الخاصه بيها. الكاتب كريم جمال قدر ان هو يخلق حالة من الشعور بالاعتزاز والفخر بمصر ورموزها، وتقدير الشديد لمجهود ام كلثوم في سنوات ما بعد النكسة. النهاردة هنتقابل مع الباحث كريم جمال في حوار عن كتابه الاول ام كلثوم وسنوات المجهود الحربي. كل اللي كتب عن ام كلثوم ما كانش اطلاقا متطرق لتفاصيل مرحلة ما بعد النكسة في حياتها، يعني بيمر كده مرور كرام على الهزيمة وعلى دورها بعد الهزيمة بسطر أو اتنين في الكتب، إنما مفيش تفصيل دقيق إيه اللي عملته أم كلثوم وإيه اللي قدمته أم كلثوم بالظبط الدولة المصرية بعد الهزيمة، وأثر الرحلات دي على حياتها الشخصية وحياتها الفنية كان عامل إزاي. ما كانش في خالص دوت. وعموما برضو يعني التوثيق في حياة أم كلثوم إلى اليوم يعني مش كبير، يعني معظم الناس بيكتبوا إمتى تم الميلاد، فين تم الوفاة، إيه الأزواج في حياتها، يعني إنما تفاصيل توثيق الحياة بشكل دقيق وشكل تاريخي منضبط ده مش متاح. فكان القرار هو قرار أنا حابب أتكلم عن أم كلثوم بس بزاوية أكتر دقة، بزاوية أكتر تناول لمرحلة مهمة في حياتها ومهمة في حياة مصر كلها. ذكائها الفطري خلاها تقدر تماما أنه هي ارتبطت بعصر عبد الناصر بشكل، يعني سواء بقى يعني كان منها بوعي منها أو لا وعي، يعني هي خلاص بقت جزء من تركيبة عصر عبد الناصر. ولكن السؤال اللي كان بالنسبة لها مهم جدا، طيب هي ما شاركتش في الهزيمة بشكل يعني بشكل كبير، هي مش صاحبة دور سياسي أو دور عسكري عشان تكون مسؤولة عن الهزيمة، ولكن هي مسؤولة اجتماعيا عن اللي حصل. يعني هي شاركت قبل الهزيمة بتوجيه يعني نداءات خاصة بالجنود، كان فيها حماسة ورفع روح معنوية وبتاع، ثم جت الهزيمة كل ده راح في الهواء. فهي مسؤولية اجتماعية أو معنوية أكتر عن اللي حصل دوت. فكان القرار الذاتي أنا إزاي يعني هخرج من هذه الهزيمة، وإزاي إن أنا هعرف أرمم مشاعر الناس اللي أنا رفعت روحهم في السماء في لحظة ما. فهي ذكاء الفطري، هو ذكاء ريفي بعض الشيء، يعني ذكاء المرأة الريفية المدركة إنه الأيام دي صعبة وازاي يعني هيكون في مقدره على تجاوز الايام الصعبه ومرارتها. فام كلثوم ظلت ايام بينها وبين نفسها في البدروم بتفكر انا دوري ايه ومستقبل حتى الفني هيبقى عامل ازاي، واللي جاي ده كله انا ايه المطلوب مني تحديدا؟ هل المطلوب مني فقط ان انا اغني يعني وطنيه، ولا مجرد اغاني عاطفيه واجمع تبرعات، ولا اعمل جولات واجيب فلوس واحاول ان انا ارمم مشاعر ناس واتصل حتى بالسلطه السياسيه واحاول ان انا اقدم لها العون في لحظه يعني قاسيه. اجابه السؤال انه كل دوت مع مجتمع، هي علاقه بالسلطه وهي ذكاء فطري وهي حب شديد وتعلق رهيب بالبلد وحتى ربط مصير بالبلد. يعني هي في كل حواراتها ما بعد الهزيمة كانت بتربط حياتها ومستقبلها ومشاريعها الفنية بالانتصار. باختصار شديد في إبريل 66 قبل النكسة بحوالي سنة كاملة زار متعهد فرنسي القاهرة وقابل صوت عكاشة وزير الثقافة المصري في الستينات على انه عاوز يعني يرشح له مشروع فني يصلح ان يقدم على مسرح اولمبيا في باريس. فعكاشه رشح له ام كلثوم، طبعا هو ما كانش يعرف ام كلثوم بشكل يعني كبير يعني ولا يعرف حتى ماذا تقدم يعني. ف حصل زياره منه ليها في فيلتها وعرض عليها الفكره، وكانت طالبه مبلغ يعني من المال رهيب يعني
9000 جنيه استرليني على كل حفله تقدمها في اولمبيا. فالراجل حس ان ده يعني مبلغ لن يعني ما حصلش في تاريخه اطلاقا ولا هيقدم في تاريخه يعني اساسا. فسافر فرنسا وقعد فتره بيفكر في العرض ده، ثم رجع في ديسمبر واتفق معاها على الحفله. فالحفله كان متفق عليها من قبل النكسه ب على الاقل 6 شهور، يعني كان موقع العقد بتاعها من قبلها من ديسمبر من نهايه السنه يعني السابقه للهزيمه. ثم جت الهزيمه بقى، فكانت في تخوف من الراجل دوت انه يحصل فسخ العقد، لان التوغل او الوجود الصهيوني في فرنسا كان كتير جدا وعميق جدا وبيطال يعني اماكن في الدوله حساسه يعني. فبالتالي كان في ادراك انه قابليه فسخ العقد متاحه، وانه كمان الست ديت بتعاني من ازمه كبيره في بلدها، فبالتالي يعني هي يعني معذوره في فسخ اي تعاقد. بس كانت قرار ام كلثوم ان لا، انا هعمل حفله وهوجه دخلها، مش بقى دخل ليا، مش لي يعني، مش خاص بيا، ده هيروح للمدير الحربي وهيبقى هو الانطلاقه الكبرى للمدير الحربي، وهيبقى فرصه للقاء الجاليه العربيه اللي موجوده في فرنسا واللي يعني تم سحقها نفسيا بعد الهزيمه، ويبقى فرصه كبيره كمان للمواطن الغربي ان يسمع عن القضيه المصريه ويفهم ان في مطربه عربيه جايه تزور باريس ويتغني في اكبر مسرح في فرنسا عشان خاطر بلدها في محلتها. فهي بالنسبه لي الماستر بيس في كل الرحلات، وحتى حجم الدعايه وحجم التغطيه الاعلاميه اللي كانت موجوده في فرنسا او حتى في مصر كانت غير مسبوقه. يعني الصحافه الفرنسيه ظلت شهرين على الاقل تكلم عن مصر بسبب حفله باريس وعن دور ام كلثوم. يعني صدر في فرنسا في اسبوع وجود ام كلثوم في باريس حوالي 24 مجله وجورنان مختلفين. في كل مجله وفي كل جورنان كان في جزء مخصص، وكان في كمان مجلات غلافها ام كلثوم. اكتر شيء كان مستوقفني هو احتفالات الجماهير ليها بعد رجوعها من كل الحفله. يعني هي قعدت حوالي سنه ونص ما تعملش حفلات في مصر خالص بسبب انشغالها بسفر بره مصر. فمن بعد رجوعها تعمل حفله بره يعني في مصر، بقى هتاف الجمهور مختلف. يعني مثلا الحمد لله على السلامه يا حاجه، ده بعد ما عملت العمره، فالناس مدركه تفاصيل حياتها حتى الشخصيه. او مثلا الحمد لله على السلامه يا اختي، يعني اللي هو يعني ده لفظ بيقولوا يعني انسان بسيط، انسان قد يكون لابس جلابيه، ده تخيلي انا الشخص اللي يعني بصوته. فالحمد لله يا اختي دوت، ده بيدل على الحميميه الشديده اللي بين المتلقي او المستمع وبين مطربته المفضله. او حتى اول حفله ليها بعد موت عبد الناصر، وكانه لفظ تعزيه، يعني ربنا يقويك يا ستي دوت، لفظ فيه تعزيه ولفظ فيه محبه، وكانها جزء من العيله ومن البيت بالظبط، وجزء من حتى اهل عبد الناصر. وبالتالي ربط دوت بالجنازه كان بالنسبه لي مهم قوي، لانه لما اشوف 4 مليون خرجوا في توضيع امراه مصريه بين قوسين مطربه، لكن هي يعني هي اكبر بكتير من التوصيف الضيق دوت، هي زعيمه ورمز لمصر. بدرك انه الناس دي مش بس خارجه تودع مطربه عبرت عن مشاعرهم غنائيا في نص قرن، هم بيودعوا مرحله كامله في حياتهم، مشاعرهم في الحزن والفرح والانتصار والهزيمه والفقد ومشاعر الحب والوطنيه. يعني الناس ديت كانت اهم حاجه بالنسبه لي، ان هما ازاي الناس قدرت موجود ام كلثوم الحربي مش بس السلطه. هي البدايه كان داخل مصر، يعني كانت مع دمنهور ثم اسكندريه وطنطا والمنصوره، ولكن عربيا الموضوع كان مختلف. الموضوع عربيا تحول لاستقبالات رسميه
واستقبالات شعبيه ومحاوله لاظهار حتى ملامح الدوله للضيفه. يعني في كل باب بتروحوا الحاكم سواء رئيس او ملك بيحاول حتى يقدم لام كلثوم شكل الفنون الشعبيه. يعني مثلا في المغرب الملك المغرب عمل خيمه وجاب كل الفرق الشعبيه بتقدم فن شعبي في المغرب وقال لهم وروا ام كلثوم فننا. يعني شعور حتى الفخر قدام الضيفه المستقبله. فهي كانت في كل بيت عربي بتزوره في مشاعر يعني محاوله تقدير لشخص ام كلثوم، وبرضه هو تقدير متصل بمحاوله تقدير مصر او حتى محاوله مساعده مصر في الازمه او حتى محاوله الصلح مع مصر بعد سنين من الجفاء زي مثلا المغرب وتونس. ففي كل زياره كان مش بس هي زياره فنيه، هي زياره متصل بيها امور متصله بالسياسه واجتماعيه وفنيه وكل شيء. يعني كانت احتفاء شعبي ورسمي بالضيفه اللي جايه تزور البلد دي. على فكره يعني هي قعدت ساعه مع بورقيبه، هي قابلت بورقيبه يعني كذا مره في الرحله. اول مره خالص كانت اول يعني جت من المطار ارتاحت يوم، دين تاني يوم كانت عنده في القصر الجمهوري قابلته. بس اليوم اللي قبل السفر ده قبل رجوعها مصر قابلته وقعدت معاه ساعه في المكتب. فحتى الصحافه كانت بتقول في الجرايد بيقولوا انه لهجه بورقيبه عن مصر بعد ما خرجوا من المكتب في ساعه لقاء منفرد اختلفت تماما. يعني بيبقى يتكلم على مصر وعلى الزعيم عبد الناصر بشكل اكتر تقدير واكتر رغبه في المساعده واكتر رغبه في ازاله كل الخلافات بسبب لقائها مع بورقيبه. هي مقدره قدر نفسها، يعني هي عارفه هي مين وعارفه هي مكانتها. يعني عشان كده لما رجعت من باريس وعملت حصل عشاء عند ناصر في بيته عبد الناصر، هي وسالها هل السفاره في مصر في باريس كانت على قدر المسؤوليه، قالت له السفير ما جاش استقبلني. هي هنا دي مش سلطويه ولا 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 شيء اطلاقي قد ما هي تقدير للذات وتقدير للمهمه. عشان كده كان القرار بعد كده ان يطلع جواز سفر دبلوماسي لام كلثوم عشان يبقى الموضوع الزامي لكل السفراء ان يكونوا موجودين في استقبال ام كلثوم في المطار. انا اعتمدت في خلال البحث على نوعين من المصادر، على مصادر اوليه خاصه بمصر ثم مصادر خاصه ببلدان اللي زارتها، من ضمنها الدكتور محمد المر اللي عامل كتاب مهم جدا عن الرحله الاخيره لام كلثوم في الامارات، وكتاب ابو بكر مريني المعمول في المغرب، وده كتاب مبكر جدا، ده كتاب طلع معانا في عام وفاتها. وغير بقى الصحافه اللي كانت صادره في كل بلد عن الرحله نفسها، لان ده كان بالنسبه لي مهم اكتشف ام كلثوم من الجانب الاخر. يعني ربما تكون ام كلثوم مقدمه بشكل كامل من خلال الصحافه المصريه او مغطاه كل رحله بشكل كامل في الصحافه المصريه، بس الصحف العربيه او حتى الصحافه الفرنسيه كانت برضو بالنسبه لي مهم جدا. يعني الصحافه الفرنسيه برضو كانت عامله تغطيه رائعه لرحله باريس عشان اشوف الجانب الاخر، ازاي راى الحفله وازاي راى الزياره وازاي كانت تاثير الزياره في كبيره. فده كان ظاهر بشكل جلي. يعني تخيلي انه كان في كتاب طالع كتاب دكتور محمد المر عن فقط رحله بس الامارات، هو كتاب مصور في اغلبه في دراسه، بس في دراسه مهمه جدا عن التغطيه الاماراتيه لرحله ام كلثوم. فكان ده بالنسبه لي شيء مهم ان انا اعرف ازاي مثلا شافت الامارات رحله ام كلثوم في اول السبعينات في حدث مهم هو توحد الامارات، وازاي شافوا اثر هذه الرحله في الاحتفال بتوحيد الامارات، وازاي شكروا الشيخ زايد على ان هو كلل الاحتفال بتوحيد الامارات بدعوه ام كلثوم، وازاي اصروا على بقاء ام كلثوم رغم انتهاء الحفلتين انها تفضل وتشهد رفع العلم. يعني رفع العلم كانت هي حاضره فيه وكانت موجوده وكانت سعيده جدا ان هي بتشوف لحظه تاريخيه في حياه دوله. فده مهم جدا، طبعا ده لم يغطى في مصر لكن غطى في الامارات، فكان مهم ان انا اشوف الجانب الاخر كيف كان يرى ام كلثوم. الكتاب اخذ مني حوالي 3 سنين شغل كتابه وعمل، بس كان 5 سنين من اول ما جت لي الفكره. يعني الفكره جت لي
في 2017 مع تحقيق معمول على ام كلثوم في لوموند الفرنسيه عن 50 سنه على زياره ام كلثوم لباريس. فهو اخذ 5 سنين كفكره بس 3 سنين شغل حقيقي على الكتاب، لان كنت مدرك ان الموضوع يعني هيكون صعب حبتين في تجميع المصادر من مصر ومن المغرب ومن تونس، كل ما متاح من مواد وصحافه وشهادات تخص الرحلات ام كلثوم في البلدان العربيه كان بالنسبه لي برضو عمل شاق. فكان يعني قعدت شويه بفكر في الموضوع وهل انا هقدر ولا لا، بس لحد يعني ما خدت قرار من 3 سنين واشتغلت في كتاب وانجزت يعني الكتاب في 2021. يعني الارشيف في مصر يعاني شويه من فكره البيروقراطيه والوصول، فكان في مصر موضوع الوصول للارشيف يعني معقد شويه. اللي كان بره مصر كان اسهل لانه كان في ناس يعني عندهم ارشيف شخصي اتاحوه ليا، وتخيلي ان يعني اسهل ارشيف كان هو الفرنسي. يعني مجرد زيارة موقع الجورنان الفرنسي بيتيح اطلاع على كافة المقالات الموجودة تخص هذا الموضوع في الموقع. فيعني مثلا لوموند دي أكبر وأهم جورنان في فرنسا، فكان بالنسبة لي مهم جدا إن أنا أشوف كيف يرى لوموند أو كيف ترى لوموند أم كلثوم. مجرد كتابة أم كلثوم في موقع لوموند ظهر لي يعني سيل من المقالات ترجع حتى لعامل هزيمة عام 69، فبالتالي كان موضوع بسيط جدا. الموضوع ربما هنا أتمنى بس إن هو يكون في وسيلة لإتاحة الأرشيف بشكل إلكتروني، لأن ده هيسهل أيام جدا على الباحثين وعلى اللي بيحاولوا يدوروا على معلومة ما تاريخية يعني. فزي ما موجود بالظبط بره مصر، يعني بره متاح بشكل سريع جدا الوصول للمعلومه بشكل الكتروني من البيت. وكان برضو انا سكندري مش قاهري، فكان بقى في مركزيه في الوصول للمعلومات، لازم اجي القاهره واطلع على الداتا عشان خاطر يعني يكون عندي صوره كامله للموضوع.